خلال شهر الأعياد رح يطلع عليكم مشاهدينا فقرة جديدة ببرنامجنا بعنوان ويندو فينيارد، وتقدروا تتابعوا كل تفاصيل هالفقرة عبر موقع windowvineyard.com. من خلال هالفقرة رح نتعرف أكثر على إحدى أنجح الصناعات بالسياحة اللبنانية وهي المبيد، اللي مثل ما بنعرف عم بيتمتع اليوم بشهرة عالمية. البداية رح تكون مع تعريف بالتفصيل عن الاتحاد اللبناني للكرمي والمبيد، وضيوفنا هن رئيس الاتحاد السيد زافر شاوي. اهلا وسهلا فيك، شرفتنا. وبرحب كمان بالكابتن حبيب كرم، اهلا وسهلا فيك كابتن. حضرتك رئيس لجنه العلاقات العامه، ومعنا كمان المديره الاداريه للاتحاد ميراي حناوي. اهلا وسهلا فيك ميراي، شرفتونا ويعطيكم الف عافيه. بنعرف انه عم تبذلوا جهود كبيره وخاصه بالسنوات الاخيره، علما انه الاتحاد تاسس عام 97. رح ابدا معك سيد شاوي، لمحه عن هالاتحاد وتاسيسه واكيد اهدافه. مثل ما تفضلتي ست غولا، الاتحاد تأسس سنة 1997، الاتحاد اللبناني والكرمي والنبيذ، وكان عدد المؤسسين 5. هالقطاع تطور كثير خلال كل هالسنين، والعدد مر من 5 إلى أكثر من 40. حوالي 23 من هالأربعين أعضاء بالاتحاد، ومن حيث الإنتاج حتما بيمثلوا حوالي 95% من إنتاج لبنان بالكرمي وبالنبيذ. وهالاتحاد هدفه الأساسي هو درس حاجات القطاع ومحاولة تطويرها. الهدف الثاني طبعا هو التنسيق العميق مع القطاع العام للوصول للأهداف اللي نحن بدنا إياها. الهدف الثالث هو المشاركة في المعارض أو المساعدة في المعارض الدولية كلبنان ككل، ليكون للبنان جناح مشترك. الهدف الرابع هو التعاطي مع الدولة لنكون أعضاء بالمنظمات الدولية التي تهتم بالنبيذ، وعلى رأسها الـ OIV Organisation Internationale de la Vigne et du Vin. هدف كمان هو المعهد. تأسس المعهد بقدر أقول لك بعد جهد كبير سنة 2013، واليوم عن علاقة مع المعهد لازم تتطور وتكون الاتحاد جزء من هالمعهد. وبالأخير الأنوتوريس هاللي مهم كتير بالعالم كله، وهاللي يمكن الأوضاع الأمنية ما عم بتساعد أنه يوصل للهدف اللي بدنا إياه، بس حتما في اليوم موجود الانوتوريس بلبنان، كل الخمرات فاتحين، عندهم مجال لاستقبال السواح والترحيب بهم، وخاصة مثلا بمنطقة البتون عملوا نوع من الزيارات المشتركة لكل الخمرات، بيقدر أي جروب سياحي أو فرد بنهار واحد يتجول من المحل الثاني. هو أهدافنا، وبقدر أعتز وأفتخر إني أقول لك إنه هالقطاع نما بشكل هائل من سنة 1997 يوم تأسيس الاتحاد لليوم، من حيث الأعضاء، من حيث كمية الإنتاج، ومن حيث الشهرة العالمية اللي عم بتحلى فيها المبيد اللبناني. نحن اكيد شاهدين على هالتطور ومتذوقين لكل انواع المبيد اللبناني. اعضاء اللجنه قد ايه، اعضاء الاتحاد قد ايه بيمثلوا من الانتاج الكلي للمبيد اللبناني؟ مثل ما قلت لك بعتقد 23 من اصل 45، 23 من 40. بس في منتجين ما بحبوا يدخلوا نظرا لحجمهم الصغير، بنمثل حوالي 95% من الكميه المنتجه. نعم كابتن كرم، كلنا بنعرف انه المبيد يعتبر من اشهر وابرز الصناعات نجاحا كمان بلبنان، وبتتمتع صناعه المبيد بشهره عالميه. شو هو سر هالنجاح برايك؟ اول شيء بحب اعرف المشاهدين على شغله. لحد هلا كيف بديت صناعه المبيد بالعالم؟ نوع من اللغز، بس يقال انه بدي بلبنان، وبدأ بمسبوتينيا اللي هي هلا غريس، ارمينيا، جورجيا. بقى صناعه المبيد بلبنان صناعه قديمه وعريقه، واحدى الشواهد عليها هو المعبد الروماني معهد باخوس بعلبك. نعم. طبعا حديثا رجعت قلعت صناعه المبيد بلبنان محوالها 1847 وطلوع، وفي كتار من اللبنانيه تخصصوا بالخارج لصناعه النبيذ.
وبذات الوقت المناخ بلبنان بيساعدنا، يعني عندك تقريبا زاد كمية الشتاء كل سنة، وعندك زاد كمية الشمس، وهذا بخلينا نزرع عدة أنواع من العرايش، يعني بيقولولها بالإنجليزي فيرايتلز أو سباج بالفرنساوي. إضافة إلى ذلك العنصر اللبناني، يعني الإنسان اللبناني قديش خلاق، والمبيد طبعا بده فن وبده علم وبده ذوق وهي كلها، وبده كمان حدا يكون عنده آرم تجاري. بقى الإنسان اللبناني عنده كل هالمكونات اللي بتخليه يكون ناجح بصناعة المبيد. نعم، بدنا نشوف فيديو بيعرفنا بلمحة عن الاتحاد وكمان صناعة المبيد بلبنان. بدي ارجع لك سيد شاوي، بعرف انه جزء كبير من المشاريع والنشاطات اللي عم بتنفذوها بالاتحاد هي خارج لبنان للمساهمه بانتشار المبيد اللبناني بكل انحاء العالم مثل ما عم بيصير مؤخرا. اعطينا لمحه عن هالنشاطات اللي عم تقوموا فيها وكيف بتم التمويل لها. ست غلا، التمويل بيكون من الدفع من المشاركين. نعم. ونحن الاشتراك يتناسب طردا مع كميه الزجاجات المنتجه. نعم. ولكن هذا مش كافي، وبدي اتشكر غرفه التجاره والصناعه والزراعه بلبنان اللي عم تعطينا مبلغ 50,000 دولار، 75 مليون ليره لبنانيه كل سنه للنشاطات. هالنشاطات عم تسمح لنا انه نكون متواجدين بعده دول بالعالم باحداث صغيره بتمويل ودعم من السفارات والقنصليات العامه. نعم. اليوم كثير سفرات ومصريات عامة فتحت أبوابها. نعم. لحتى يكون بروفيشنال تيستينج. نعم. عندهم يعني بالسفارة. يعني لتذوق المبيد. نعم. اللبناني. نحن بعتنا المبيد وبعتنا محاضر من لبنان بيعرف القطاع بشكل جيد وحكى عن كل المبيد من دون استثناء. نعم. المبيد اللبناني ككل، لأنه هدف الاتحاد هو ترويج المبيد اللبناني ككل. على سبيل المثال للحصر، صار في حدثين بمدينة نيويورك، واحد بالالي وواحد بالقنصليه العامه بنيويورك، صار في حدث بساو باولو بالقنصليه العامه. نعم. وحدث بريو دي جانيرو، حدث ببيرن، يومين متدديين، يوم للعموم ويوم للمختصين، حدث بميلانو برعايه وزاره الاقتصاد بالمعرض الماكولات بايطاليا، حدث بمدينه دبي حيكون بشباط وبابو ظبي بعدين. يعني بالدول بتشتهر بصناعه المبيد وعم نقدر بالفعل نكون منافسين لهم. الاحداث شو عم بتفيدنا؟ نعم. اولا بعدد طبعا السفارات والقنصليات لو ما بيساعدونا ما فينا نوصل لهالشيء ابدا، ولكن اكثر من هالشيء عم نقدر نبعث مبيدنا، نكون كلنا متطامنين متماسكين، بننسى التنافس يا ست أولى. نعم. لانه العالم كبير ولبنان منتج صغير، متضامنين متماسكين عم نقدم المبيد اللبناني. نعم. بوجود محاضر عنده معرفة تامة عن المبيد وبيحكي. نعم. عن المبيد اللبناني ومحاسنه، وبدي أقول كمان إنه ما عاد في لزوم نسبة جودتنا، لأنه صرنا أخذين أكثر من 400. نعم. ميدالية بالعالم. الصورة عم تثبت جودة المبيد عنا بلبنان. ميدالية. نعم. بالعالم صرنا أخذين كمنتجين للنبيد ببلايند تيستينج بأحسن المنافسات الدولية. الحدث الأكبر اللي عملناه السنة بفضل مساعدة غرفة التجارة والصناعة هو ميجا فينو بمدينة بروكسل، وكان نجاح هائل، وبحب انه صديقتي وزميلتي. نعم. ميراي تحكي عنه لانه هي اللي رتبته. تفضلي ميراي. ميرسي. صراحة كان الحدث الأبرز والأهم بالنسبة لنا وبالنسبة للاتحاد، لأنه هيدا الحدث هو من المهمين بمنطقة بروكسل، بيضم تقريباً شي 28 ألف زائر
كل سنة، بس بالنسبة لنا كان الجناح اللبناني مؤلف من 19 منتج للنبيذ لأول مرة بيشتركوا فيه، ولقى إقبال هائل خلال أول 3 أيام كانوا للعموم، وآخر نهار كان لذوي الاختصاص. وكمان عملنا جلسات تذوق، كان في محاضر حكي عن النبيذ اللبناني، وصراحة الكل كان مذهول إنه لبنان فعلا بنتج هيك نوعية نبيذ طيب. ومثل ما قال البريزيدان إنه غرفة التجارة والصناعة والزراعة بلبنان دعمتنا منيح لنجاح هذا الحدث. التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص قديه عم بيساعد بانتشار النبيذ اللبناني لكل أنحاء العالم؟ التعاون مع وزارة الزراعة استثنائي. نعم. وزارة الصناعة طبعا، وخاصة السفارات بالخارج. السفارات بالخارج فتحة، والقنصليات طبعا. نعم. عملوا أحداث كتير كتير ساعدتنا لانتشار النبيذ اللبناني. بقدر أقول لك بكل صراحة وبكل تواضع كمان، يعني واحد بيعتز بالنبيذ اللبناني يمكن أكثر من أي صنف آخر معروف بالعالم، لأنه النبيذ اللبناني بده بقول ستنا سترولا حتما بالجودة لا يقل أبدا عن النبيذ الأجنبي، وبدأ المواطن اللبناني نعرف لما كلنا بنسافر بنشوف على المنيوز بالمطاعم انه النبيذ اللبناني موجود وعم بينافس وعم بينطلب على قد ما عم تنطلب بقيه انواع النبيذ الشهيره. يا ريت كمان بهالمناسبه نطلب من المواطن اللبناني المستهلك اللبناني يشرب بالبيت وبالمطعم النبيذ اللبناني باعتدال. شكرا لوجودكم معنا، بنهنيكم على كل الجهود اللي عم تقوموا فيها، بنتمنى لكم المزيد من النجاح للاتحاد اولا وكمان لصناعه النبيذ اللبناني اللي اكيد نفتخر فيها كلنا كلبنانيين لانه صناعه 100% لبنانيه. اهلا وسهلا فيكم. شكرا لك. وقفه قصيره مشاهدينا واللايف بكمل لليوم، خليكم معنا.